في كلمة لها خلال حفل استقبال نظمه المجلس على شرف أعضائه الجدد، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش بالرباط إن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني جسدت إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بنسبة 35% في مؤسسة وطنية تستوعب جميع روافد المجتمع المغربي. أولا اليوم حفل استقبال على شرف الأعضاء ديال الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد أن تفضل صاحب الجلالة وعينهم. كان هناك تفاصيل محددة نشرت يوم الجمعة الماضي. هذه التشكيلة جاءت نتيجة عملية نقول مركبة من حيث تعيين الأعضاء ومن حيث اختيارهم ومن حيث كذلك انتخابهم، فهي عملية متعددة المداخل لنقولوا لتمثيلية ذات بعد لغوي، ذات بعد ثقافي مجالي وفكري. ثاني حاجة وأنه هذه التركيبة هي تعكس تعددية المؤسسات المغربية. ثالث حاجة بأن هذه التركيبة هي اليوم تنطلق في إعمال القانون الجديد للمجلس الوطني، خاصة الفصل ديالو 65 الذي يحدد بأنه بعد التعيين الجمعية العمومية وتعيين الرئيس وتنصيب الجمعية العمومية ننطلق في إعمال المقتضيات القانونية الأخرى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسينكب الأعضاء الجدد على تنفيذ اختصاصات المجلس، وأولها التداول حول مشروع النظام الداخلي وإقراره وتعيين أعضاء الآليات الثلاث، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع استراتيجية عمل المجلس. سعيد بالتكليف والتنصيب ديال صاحب الجلاله في تعيين ديال صاحب الجلاله في امين عام للمجلس الوطني لحقوق الانسان. سعيد جدا للاشتغال مع السيده الرئيسه امينه بوعياش ومع جميع الاصدقاء والصديقات الساده والسيدات اعضاء المجلس المعينين، والذي كان اليوم مناسبه لان نلتقي جميعا. اتمنى ان نشتغل ايضا في اطار يعني التراكمات اللي حصل عليها المغرب، وأيضا في إطار استحضار أفق حقوقي جديد للمغرب. هذا وعرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه سنة 1990 بعد الألف تحولات نوعية، سواء على مستوى تركيبته أو على مستوى المهام الموكولة إليه أو على مستوى إنتاجه وعطائه ومبادرته. وما لبث منذ إعادة تنظيمه سنة 1999 بعد الألف يحصل على درجة الاعتماد ألف نظرا لانسجامه مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولتجاوبه مع معظم الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد.